ستة ونص تصافي نقاط الفصافي كلنا في رحابه للأيام نصافي تنفح فيه وردة أضحك فيه قافية ويبقى الحب سفينة في عينينا طافية والألحان طلاطف نسمة وموجة صافية وستة ونص تحية عمر رضا وعوافي بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ستة ونص. حقيقة الشخصية السودانية شخصية جميلة وشخصية مركبة نوعا ما، تحب الجدية وتحب السخرية وتحب الدراما وتعشق الأغاني والألحان والألوان. فنجد إنه كثير من السودانيين والشخصيات السودانية إن كانت حتى على مستوى الإنسان البسيط هو إنسان مبدع، ودائما ما يستقي الفنون ويعبر عنها بأشكال مختلفة إذا كانت من البيئة أو حتى إذا كانت ثقافة وافدة. وما أجمل يعني جدودنا وأعمامنا عندما كانوا يستمعون إلى أغاني من خارج الوطن وكانوا يترنمون بها، فما بالك بمن يتحدث عن قضايا الوطن في شكل كلمة وفي شكل معنى وفي شكل دراما وفي شكل سخرية أيضا. شخصية اليوم شخصية جميلة لا تنفك من التعقيد أيضا، وهي مركبة بأشكال مختلفة، فنجد فيها الجانب الصحفي وخاصة الرياضي، لأنه طبعا الرياضيين عندهم طرقهم الخاصة في تناول القضايا، وهو ملحن وشاعر وأيضا مؤدي بارع ودرامي. خلينا نقول بالواضح كده أهلا ومرحبا أستاذ محمد حسن حدباي. الله يكرمك يا أستاذ إيمان. شرفتنا والله كثير وسعيدين، ويمكن تكون مفاجأة جميلة ولطيفة جدا في الأمسية دي لكل المشاهدين. حلقة إن شاء الله هتكون مميزة، يكون فيها من الضحك ويكون فيها من المواضيع الجادة أيضا. أهلا ومرحبا بك كثير. مرحبا بك أستاذ إيمان، سعيد جدا أكون أطلع على المشاهدين اليوم عبر الشاشة الجميلة شاشة قناة الشروق، وتحية عبرك لكل الشعب السوداني داخل وخارج الوطن. أهلا ومرحبا بك، شرفتنا كثير. حدباي الإنسان المركب، تركيبات مختلفة ومتناقضة وكلها في شخصية واحدة، وما شاء الله يعني اجتزت بجدارة في كل مجال من المجالات. حابة أرجع معك شوية لورا ونبدأ نشوف منطقتك وأهلك وقبيلتك وعشيرتك الجميلة وبيئتك اللي خرجت هذه التركيبة الفريدة. نبدأ معك، تفضل. الله يكرمك أستاذ إيمان. حقيقة يعني أنا أخوك محمد حسن حدباي من قرية العريجة غرب الجزيرة. نعم. اليوم التحية جميعا. يعني حي أهلي في العريجة فردا فردا، يعني من بيت ناس علي وضد الضباح ليه ورا وليه قدام هناك ناس عبد الرحمن البشير وحبيب الله وسيف الدين وطيب ود العيسر، الجماعة دي كلهم تحية فردا فردا. هسه بكون شنو؟ بيشربوا في شاي المغرب باللي قيمت. ونحن كمان هنقوم نخليهم يتبسطوا بضحكات ظريفة ولطيفة وكلام ومواضيع مهمة جدا. اليوم التحية كلهم طبعا جميعا يعني بس عليهم. بتاني اكتشفت في نفسك انه عندك كميات مختلفة او حاجات مختلفة، تحب تقولها كلها كمجمل ولا في حاجة بدت قبالة تانية؟ والله نحن زمان من المسرح المدرسي من الابتدائي، عيد العلم والجمعيات الأدبية في المتوسطة، يعني لقيت نفسي بلغي أدي يعني شعر كويس. يعني بديت بشعر. لا، وبعد ذاك بكتب يعني في خاصة في 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 المتوسطة، يعني الشعر الحلمنتيشي في الداخلية في مدرسة الكريمت، نكتب عن الصفرة وعن الهدافين في مدرسة المعيلقة الثانوية برضو. يعني بحيي كل أهلنا في المعيلق وكل زملائنا في مدرسة المعيلقة الثانوية وأساتذتنا أستاذ محمد أحمد عوض الكريم الحلاوي والجماعة ديل. نعم نعم. يعني ديل الجو المدرسي هو اللي طلع الشخصية بتاعت حدباي الحلمنتشية من الابتدائي لحد الثانوي، حتى بعد ذاك جينا للجامعة والجو الرطيب والهيلهوب وتاتيبة. طبعا طبعا طبعا، دي كانت بدايات ذاتها بداية كانت بقوة بصراحة. يعني ف بداية كانت الأغنية أو الشعر الحلمنتشي،
بدأت نعم. إنك بس تكتب ولا تكتب وتغني وتلحن؟ لا أكتب وألغي في المسرح شعر حلمنتي. جميل. بتذكر أول حاجات كتبتها ولا ما بتذكر؟ والله حاجات قديمة كده خالص ما بتذكر ليك، لكن عندنا يعني قصائد مشهورة كانت في الهيل هوب من زمان. واحدة من القصائد ناس ممو وتشيكسي تشيكسي وندى وحاجة عجيبة. انت قبل انا بدردش معاه وكده اكتشفت حاجة بانه جيكسي جيكسي دي هي هو اللي اطلق الكلمة دي وفكها فينا وراح. صح الكلام؟ هي كلمة انجليزية اصلا هي تشيكسي يعني اللي هي التشيكن الصغير يعني او الفراخ. بعد ذاك عملناها قصيدة في الجامعة تروجت واخذت الطابع هسه يعني. لا خلاص بقت سمة مصاحبة يعني في أيام المجموعة دي. ده دليل واضح على انه الكلمة لها تأثير كبير. يعني مش بس انه الزول يظهر في إعلام ويقول كلام، لا يعني حتى الكلام ده وقتها يمكن ما كان الإعلام بالشكل الكبير، لكن هي فكرة اتروجت بشكل ممتاز جدا فغطت كل السودان. فده دليل على ان الكوميديا دي فعلا لها تاثير كبير. رايك شنو انت؟ فعلا الكوميديا بتاثر؟ بالتاكيد الكوميديا لها تاثير كبير جدا ودور فاعل في المجتمع، خاصه لو كانت الكوميديا كمان شنو توجهت توجيه هادف تناقش قضايا تكون اكثر فعاليه يعني واكثر جدوى، زي ما كنا نحن بنعمل في هيلا هوب وبنعمل هسه في تاتيب الكوميديا. دائما بنكون شنو يعني هدفك انك تعمل حاجه يكون وراها قضيه تعالج حاجه يعني. أرسطو بقول شنو؟ بقول فن المحاكاة والتضخيم على نمط مسرحي. قريت في الحاجات دي؟ والله نحن عندنا الخلفية الدرامية الكويسة والنقد المسرحي، حتى في مسرحنا نحن في الهيلا هوب يعني بنعمل مسرح اللي هو بقولوا عليه الستاند كوميدي، المسرح بتاع المنوعات الخفيف اللي بتناول قضايا في قوالب يعني كوميدية. أيوة. دي الفلسفة بتاعت الفرق الكوميدية قايمة على الأساس دي، قايمة على التنوع وعلى شنو الشغل زي ما تقول عليه بتاع السندويتشات يعني. أيوة أو الكبسولات حاجات خفيفة. أيوة حسن بقولوا لها الجلكسات. بالله طورت القصة. جميل. طيب المسرحيات دي يعني فيها شيء من المحاكاة وفيها شيء من التمثيل، هل أنتوا في الفترة دي عملتوا حاجة ثالثة، عملتوا نوع ثالث ولا ماشيين بالشيء؟ والله نحن سخرنا الشعر الحلمنتيش ذاته يعني نقلناه من المرحله الجامعيه اللي بتناول قضايا خاصه بالمجتمع الدراسي لناقش قضايا المجتمع. المسرحيات الشغل الاداء بتاع الفرق الاستعراض الغنى اللحن يعني بقى يستلهم حاجات من تراثنا ومن الحاره الشعبيه وبنعكسه للناس، فبيكون بيطلع في بوطة كده يعني. جميل يعني. طبعا الكلمات لها علاقة بالحلمنتيش والأغنية الساخرة واللي فيها طبعا مضمون مهمة جدا ومؤثرة جدا في المجتمع. برضو في بعض الأغنيات الجميلة اللي هي راسخة في ذهن كل يعني بيحبوا الغنى السوداني بشكل كبير. ست الودع واحدة من الأغنيات الجميلة لعبد الله البيعي، وراك شنو نسمع سوا؟ والله جميل يعني وعبرك من حي يلا استاذ عبد الله البيعوي يعني نستمع عليها مع بعض. تفضل. ست الودع هاك الودع عليك كشكشي يا لطيف. Yeah.
كشكشة الودع لين حداي وقالت لي يا جناي عرفت فلك فالعدو ده كلام قديم ما زدت شيء يا انا شحي بدل حمدوك مدوك قالت وش وش جيك كلموك الزول الجميل ده هاك يا سيد ابوك خطبوه لزود قبائل وتبلوك لمل كرامتك وزح بعيد ما احرجوك يا شايلين يوراكم والجروب ما بتنسي فوق الجبين ما عبت محي وبيت وستة ونص تحية عمرة رضا وعوافي الأستاذ الكبير عبد الله البيعي وربنا يميت في أيامه صاحب الضحكة يعني صاحب الفرحة والبهجة اللي بيدخلها على كل يعني المشاهدين ودائما يعني يملي الأفراح علينا في كل مناسبات ربنا يميت في أيامه ويديه الصحة والعافية وعنده علاقة مع حدا بقى صح الكلام؟ الأستاذ عبد الله البيعي ومن هنا أنا بحييه تحية يعني حارة وهو صديقنا و حقيقة يعني عملنا جولة كبيرة جدا جدا في الغتاتيبة والأستاذ عبد الله البيعي في مختلف ولايات السودان
كانت حمله لشركه زين يعني. ايوه. فعملنا ليالي يعني في المدن في حلفه وفي عطبر، كانت حاجه جميله جدا يعني. وافتكر كنتوا متكافئين جدا. اي والله. وكمان عنده من ويشارك معانا ونحن نشارك معاه ويعني كان معانا الوقت ذاك في الاستاذ مختار بخيت في الفرقه بتاعتنا تاتيبه. أيوة. كوميديا والدزومه ومحمد شيله ومن هنا بحييهم يعني. ناس حامد كسل الشوالي كلهم يعني دي الناس فرقه تاتيبه الكوميديا. وعبر تاتيبه يعني من فرقه تاتيبه نحن نحيي تحيه خاصه استاذنا عبد الله البعيو. هو ذاته الاضافه ذاعه درامي طبعا يعني وزول يعني فيه يعني روح الفكاهه يعني. صحيح صحيح. والودع دي كيف القالة معاه؟ والله الودع ده بالتلويح الوحيد والدصره وكلام زي ده يعني نحن اصلا في الجيل ده ما بنتفق مع كلام زي ده يعني. قلت مواضيع زي دي مواضيع يعني يمكن تكون حساسه شويه في وقت لانه كان زمان كان في اعتقاد كده عارف في اعتقادات ايوه زي دي يعني طبيعيه يعني لكن ايوه لكن الوديع والزار وانت عارف يا استاذ ايمان يعني نحن اصلا في الالفيه بقت ما في حسي اي ما في اي يعني ما في زول هسه تيجي تقول لك هاك وده ود الوحيد وده الصره ويعني شو والله انت عارف كويس. طيب يا حسن الحاجات اللي لها علاقه بالمسارح لانه انت حسن قبل شويه طبعا تحيه لفرقتك يعني نعم فرقه تاتيبه الكوميديه ومن قبل وتحيه لكل الفرق يعني ناس اللي هي لهوب وناس تراب وناس الجو الرطب يعني تحيه لكل الفرق الكوميديه صحيح يعني تحيه جميعا يعني يعني خليني اقول واحده من الكتابات اللي اتكتبت في حقك يعني الصحفي الراحل عبد المولى الصديق وصفك بملك الحلمنتيش المتوج نعم الله فكوميديا ومنالوج وحلمنتيش في نعم. تشابهات في المساله دي نعم نعم بالتاكيد ايوه بالتاكيد في تشابهات يعني التشابه شنو هو كله يعني الفن ده اشبه بالكاركتير ايوه يعني القصيده الحلمنتيشيه زي الكاركتير المنالوج هو ذاته حلمنتيش فكي أيوة. يعني كده ايوه فيعني ممكن كده نديكم دخلة كده هدية حلمنتيشية نقول حاجة عجيبة ناس بتلمع ناس بتدمع ناس بتدنقر ناس بتصنقع ناس لا بتلم لا بتجدع بصات فاضية ناس بتشمع حاجة عجيبة دنيا توجع ناس في الأول برضو تطيش ناس فرسانة فجأة تقرش ناس سمعانة وعاملة تطنش ناس حفيانة ودايرة تورنش حاجة عجيبة دنيا تدوش حاجة عجيبة ودنيا تنسي ناس يختربوا يمشوا المانيا يمشوا اليابان ونيوجيرسي إلا عجيبة وجد بالعكسي من الصين وللسودان التكس اختربوا وباعوا الفيكسي واحد قال جونا هنا لأنه هناك حرارة الطقسي واحد قال لبكين بالنص السوق العربي رماهم بوكسي ومية المية هنا مية المية هناك بايركسي حاجة عجيبة حاجة عجيبة ودنيا حكاية طفل صغير يوم ولدوه فلق الداية وقال للناس يلا فوتوا حالة صعبة ما في اسمها يعني حاجة عجيبة والله حاجة عجيبة فيعني بنتناول يعني انت بتجيب المواضيع دي كيف بتجيك كيف من الشارع من الحافلة يعني عارف الشعراء بنلاقيهم اي نعم بنقول لهم ساعة الإلهام دي بتجيك 200 من موقف لكن انتوا حاجة عجيبة دي بتجيك انت شوف لك زول لابس ذو بنطلون اسمه شنو الأيام دي البنطلون الظهر الجديد ده السيستم عملت شويه شغل جميل الحقيقة يعني اليوتيوب فيه مقاطع جميلة جدا يا ريت الناس تشوفها لأنه عبارة عن كوميديا واقعية وفيها رسالة نعم. وده الجميل في الموضوع لأنه في ناس بصراحة كان بتنتقد يعني الدراما السودانية شوية يعني الكوميديا شوية بأنه ممكن تكون فيها نوعا من الابتزال طبعا دي مجموعة يعني نعم. بتنتقد أو جزئية بسيطة نعم. لكن حقيقة لما نلقى أنه الناس بتضحك وبتدي بهجة كده للموضوع وفي الآخر بتلقى فيه رسالة فدي هي فعلا الرسالة الحقيقية للكوميديا نعم. يعني أنت قاصد ده اي سيستم سيستم طبعا سمعنا لها طيب قال ناكل فول وبالدكوة ويوماتي ده ما سيستم تعرس انت بتعمك بقت عادة وبقت موضة وبقت سيستم هلال نطقطق نمبا وناسار و ولا الوحدات ده ما سيستم لكن الموضة ورتنا نيو سيستم بنطلون ده شاء وقالوا بسموه بالسيستم والبنطلون هو زي طالع وما طالع وزي واسع وما واسع وزي واقع
وما لا اظن واقع يكون ده شنو يكون ده بنطلون شافع ده ما سيستم والسيستم وضع عندها روايه بنطلون دهشه وقالوا بقصوه بكايه غريب جدا تجر لفوق مش واقع تجر لفوق مش واقع تجر يساي ما نافع الا تغطي بملايه ده ما السيستم شبابنا اللابس السيستم اظن الليله سامعني تيشيرت لكم مع الكتفين اسمه عديل تعال بالحقنة اطعني شرابات طوله بس سنتين اسمها يلا الكوبري قطعني وبناتنا جارنا الموضه ولبسهم برضو شطفني وخايف بكره من موضه يقولوا عليها حممني حمد خير جا من البلد هسه عليه عكاز ويتكى سالنا وام حمد الحين بتعرف السيستم قال شفته اشوف مكه شبابنا الليله يتحرحروا شايفوا مين الطريق فكه حلال لبسنا نحن زمان حلال الواسع الماهل الربطوه ولا ترخرخ ولا مفكه وده السيستم شبابنا اللابس السيستم مسكنا قاموا هم فكوا وقفنا قاموا هم جكوا لبسنا جيب ومجكوا شبابنا اللابس السيستم شبابنا الماشي ومجكوا ومع السيستم نحن الليله ما ضعنا حلال رحم القصر والمك حلال دقنا حلال مركوبنا والسكين حلال غيما ورثناها وحلال عزا من فارقنا ومع السيستم ان احنا الليله ما ضعنا واكيد ضعنا. يا سلام يعني يا ها مصطلحات موجوده و... وسيستم موجود يعني لكن وكوبايه يعني دي حاجه كويسه يعني انتوا بتوروا فيها الشيء الغلط وبتحاولوا توجهوا وفي أيوة الاخر الرساله جميله بشكل عام التقليد السوداني بعد ذاك يعني المتلقي عنده الخيار وعنده الحريه يعني في اختياراته وحاجاته يعني يا سلام ونحن نعكس وجهات نظرنا والله جميل أيوة. في ناس بتشوف حدباي بانه حولت الحلمنتيش من مجرد يعني صوره وضحكه وكده لبرنامج كبير ولاسلوب ساخر ولاذع يعني هل الكلام ده صحيح؟ حاولت انك تغير وتكبر الموضوع اكبر والله حقيقه ان احنا لما جينا فعلا بدينا بدري حلمنتيش كان يعني القصايد يا هبت بتاعت الخليط والمدرج والبنش حولناه يعني فعلا ل وما براينا يعني أيوة. معي ناس الهيلا هوب كلهم يعني في استاذنا طارق اللمين وربيع طه أيوة. بحييهم من هنا يعني كانوا ناس ما سهلين عندهم يعني رؤاهم يعني عكسوها من خلال حلمنتيش يعني لكل الشعب السوري. والتجارب دي كيف؟ انت مشيت من مكان لمكان لقيت ناس واجتمعت بناس ومثلت وخلاص وجدانيا بقيت مع مجموعه علشان تقدروا تعملوا مشاهد جميله وبرضو اسست لشغل براك، كيف التجارب دي كانت في حياتك؟ والله التجارب بالتاكيد هي ثرة ومفيده واستفدت منها كثير جدا يعني يعني التنقلات دي من الجو الرطيب للهيلا هوب لتاتيبا هي تنقل مكان لكن شنو المشروع ما واحد أيوة. المشروع الفني ده واحد أيوة. القضية واحدة التناول من الموروث الشعبي من العادات من الحاجات يعني هي طريقة واحدة لكن إلا بس في الآونة الأخيرة بقت بعض العروض الكوميدية يعني تشوف بعض الملاحظ يعني أول ملحوظات زي شنو زي النكات الكثيرة والمرات تمرق يعني بمعنى ممكن تسير بعض النعرات دي نحن ما معها زمان نحن الستايل بتاعنا قبلية وتتكلم أيوة الستايل بتاعنا نحن يعني عرضي كامل فيه أغنية فيه سكتش فيه استعراض فيه موسيقى النكتة دي حاجة خفيفة يعني ثلاثة النكتتين كده في العرض كاستراحة كان بيقدمها أخونا عدي السعيدة في جقاده وهو أصلا في قطر من هنا أنا بحييه يعني هو أخونا محمد السماني وموجود معنا هنا كان برضو بقدم الكبسولات دي بحييه وحيي كمان يعني أخونا محمد موسى وكل الشباب محمد شيلة تعني النكتة يعني كانت هي جرعة بسيطة لكن عرض يكون فيه 200 نكته دي كثيره يعني يعني المفروض يعني العرض يضبط يعني في قدم الاسكتش يشبه الناس الدارين اسكتشات يقدم الاستعراض يشبه الناس الدارين استعراض يقدم الغنيه يشبه الناس الدارين غنى الشكل يكون بتاع كوكتيل منوع يعني والله ده كلام ممتاز عرضي ما يكون كله نكات كده بيكون في يعني دي ملاحظه بقولها لاخواني يعني والله ده كلام ممتاز يعني. لانه فيه عمليه تجويد كمان أيوة. وضبط لل لانه انتم اللي في يدكم توجيه لل يعني للشارع العام ايوه ما بدش يعني انتم بتحددوا حتى ما يقولوا مثلا انه والله الناس هي اللي عايزه كده لا في يد الناس هي اللي تقوم تضبط ده فما دام هي معموله بسيستم
منضبط افتكر بانه هيكون يخدم الغرض المطلوب يعني. ايوه والنكته بالمناسبه مش معناته النكته دي ما عندها دور، النكته دي نقطه خطيره جدا. أيوة. أيوة. خطيره ودورها فعال وخطير يعني. ايوه صح. ممكن تبقى من اي حاجه لكن تكون شنو يعني. هسه عندنا الايام دي في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يقول لك ابو القنفذ، تعرف ابو القنفذ يا استاذ ايمن؟ ابو القنفذ ده قالوا الليله دي حكايه اليومين اشاعه لافه كده قالوا بيجيب 300 مليون ايوه. فعندنا جماعه سماسره اصحابنا هنا في 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 الدلاله، ناس عبد المنعم علي الضباح والنور بله قاعدين كده، جاء فيهم واحد صاحبهم بتاع عنده عربيه ابو القبيم بتبوبر بها كده، وقف جنبهم كده قال لهم كده، قال له قال قام عبد المنعم قال له يا اخي شنو انت قادينا بعربيتك دي؟ عربيتك دي مش 300 مليون ابو القنفذ واحد بيجيبها ده اللي ضو شنو؟ الدعايه قالوا ابو القنفذ بيجيب 300 مليون صحيح. فدي دعايات تخيل ليس يعني. وطبعا بتستخدموا الحاجات دي في بستخدمها كل ما تلقى لكم ظاهره كده جديده او حاجه كده جديده. دي هسه حاجه جديده، دي هسه جديده كتبت فيها شيء؟ دي هسه لا دي بس جديده هسه دي. دي رايت ناو هسه الان بتاعت ابو القنفذ يعني، سمعنا بها امبارح وقلنا الليله يعني شكله بكره هتطلع حاجه تطلع حاجه في القنفذ، لكن ما اعرف الدعايه دي صحيه ابو القنفذ ده بعالج ويجيب 300 مليون. والله دي كلها حاجات طبعا مرات، عشان كده دائما بنقول للناس انه يعني ما ياخذوا المعلومات على اساس انها فعلا حقيقيه، لازم الواحد يتاكد ويعرف هل فعلا في جهات من برا علشان تتاكد من المعلومه دي هل هي فعلا بتعالج ما بتعالج. دي كلها قيد اختبارات وحاجات كبيره جدا، ما ممكن واحد مسافر ابو ظبي ماشي جايب اللوي غامه قال لا لا كنسل الغامه ماشي في ابو نقفتين ثلاثه ابيعهم خلاص. لا لا التدقيق والتبحيث في المعلومه مهمه جدا علشان الواحد ده يقدر يعرف. ايوه لانه الاشاعه سهله جدا انها تنتشر يعني. أيوة. طبعا بالتاكيد ده كلام يعني ايوه الناس ما تلتفت للاشاعات يعني. دارين نسمع منك حقيقة قبل شوية كويس إن تكلمت عن القبائل السودانية، وما أجملها وما أجمل إنك اتناولت بعض المواضيع بلهجات مختلفة. تكلمت شوية عن بورسودان، لغة أهلنا في بورسودان، وشوية من دارفور، أدينا حاجة كده من قبائل. يعني ديك قصيدة حلمنتيشية كده لها علاقة بلهجات. أيوة. كان أنا في بدايات أيامنا في هلو عملت شغل بالشامي. بالشامي كمان. أيوة. تخيلت واحد شامي عملت شغل برضو بلادروب. أيوة. سكر سكاكر يا أصل. أيوة أيوة. قلب المشاتر انقتل، شوف الإيون صمها المغل ماتي آين سانتا آمن تقتنع، يعني شغل زي ده ستايل في حلمنتيشية. أيوة. فالشامي ده اول مره يجي السودان. عجيب طبعا. الله يديك العافيه يا استاذه في البرنامج بتاع حبايبي جاي. اخر طبعا. الله يديك. بيتغزل في حاجه ثانيه خالص كان. فالشامي ده قام قال جيت هنا السودان لقاني خوش رجال كريم 100%، ساقني معاه البيت في الاكل جاب عفشه في الصحن كم مزران يمكن قريب 100، قلت له شو هذا؟ قال لي كمونيه. مشينا السوق هناك جاب لي قش بني، قش خطير فتاك، حطيته في فمي راسي عمل كونتاك، كراعي يترجفوا بس اتقوا السير باك، قلت له شو هذا؟ قال لي ده التنباك، لو قلت في الموقف عاوز تخش الباص والله حجيه، دي مصارعه حره ومعاها كارتيه، الزحمه طول الخط عاوز اسدني خريقه فلطه اذنيه، ومشينا بيت حفلة والدنيا ضحوية، قعمسنا في الصيوان جابوا لنا هيك فنان غنى لنا غنية، يا أخي أو لو بتحبني يا أخي أو، قلت له شو هذا؟ عمال يخوفنا؟ قال لي لا ما تخاف غنية جعلية. وأنا زرت في السودان من كسل لبارة مروي الهلالية، وعرفت منه كتير الناس تعيش بالناس، العامل الزارع والعنده ماهية، يتكاتفوا يتعاطفوا بكل عفوية، الجار عرف الجار يقسم له من خبزه بكل أريحية، لو كانت الدنيا في العشرة والقوة عمال تصير زي هون راح تبقى جد سكر دنيا مثالية، وأنا عندي أهل كتير في الشارقة والبحرين سوريا السعودية، لكني مش رايح الناس هنا طيبين أنا عاوز أسكن هون ومبدر ادمي. يا سلام. يا سلام. يعني هي دي الرساله اللي انا بقولها من قبل، بانه عملت جو جميل وموضوع كده فيه ضحك، لكن في الاخر دخلت رسالتك. بتفكر في الرساله اول ولا في الموقف؟ لا الموقف هو كله يعني بيجي كده
كله بيجي كده. احنا عندنا لسه مواقف تانية كتير وعندنا مواضيع كتيرة جدا هنتكلم ونشوف رأيه شنو في الكوميديا وفي الوضع الحالي وفي المجموعات كبيرة جدا احنا بنشوفها من شباب وأيضا عبر المواقع التواصل. بعد هذا الفاصل خليكم معنا. ستة ونص تحية عمرو رضا وعوافي اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا. مساء جميل، مساء فيه كثير من الابتسامه وفيه كثير من المواضيع المجتمعيه اللي بتعبر عنها بعض يعني المواقف. وافتكر بانه عندما يعبر عنها ايضا بشكل حلمنتيشي وبشكل موضوعي ودرامي ممكن يصل لمبتغاه اكثر من اي موضوع اخر او اكثر من وسيله اخرى. اهلا ومرحبا مره ثانيه باستاذ الكوميديا واستاذ الحلمنتيش والكاتب الصحفي والفنان محمد الحسن حدباي. اهلا بك مره ثانيه. مرحبا بك يا استاذ ايمن. قبل الفاصل تكلمنا شويه كده عن حياتك وتكلمنا عن تجاربك في يعني في التمثيل وتجاربك في الحلمنتيش وغيره، واخذنا بعض النماذج الجميله. حقيقه دارين نبدا طوالي بنموذج، تسمعنا شنو نموذج حلمنتيشي ولا اي على زي ما تحب؟ زي ما احب. حاجه جاده كده ممكن طبعا، لانه برضو عندك برضو من الشعر الغنائي، هذه دي برضو ده اتجاهها مهم هاي، او الشعر الجاد بالنسبه للاتجاه الثاني. وما قادر افكر فيك وما عارف منو تدوخ جداول المويه في واديك، منو نوخ ركابه وجاك ويتحزم ويصادم فيك، وهل كان ضفتك سكه ولو كان نارك المشوار منو اللي بيمشيك، وما عارف بحر انت شجر انت قمر انت مطر انت سمر انت، ولو كنت البحر انت منو قال لك انا الضفه وبتجري معاي، ولو كنت الشجر انت منو قال لك تسويني الارض تخضري في جواي، ولو كنت المطر انت منو قال لك تسويني السحاب وتصبي من عيني دموع، ولو كنت السمر انت منو قال لك انا الزهجان وكل ما يوم خيالك ديما دافر علي، منو البلل بيجيبك لي وما عارف. يا سلام يا سلام، جميلة جميلة. الصورة عندك مهمة. نعم. والخيال عندك مهم. بتفتكر بأنه بيوصل أسرع ولا هي الحالة اللي أنت بتعيشها هي اللي بتطلع بس بمفردات وبكلمات جميلة زي دي؟ والله هي الأخيلة والصور يعني من المحسنات، يعني من هي اللي بتجمل الشعر، يعني الناس اللي بتزوغ الشعر كل ما كان شو صور كل ما كان يعني حاجه محبزه يعني. جميل. طيب انت مبدع جدا في المجال ده، عندك اغاني كده يعني ظهرت للناس والناس سمعتها، وريها تجربتك في الشعر الغنائي. والله يا اخي يعني انا مغل في الحته دي. عندي شغل اتلحن يعني بيدي استاذ معتز صباحي اسمها اغنيه اسمها تهجى وعدك، تقول ادخل عليك من يا تباب يا بدري جواي اكتمل، نسيني حرمان الزمان غرقني في بحر المغل، وانا يا جميل بتنسم الود من هواك تخضر ربيك ارضي المحل، وتمد في افقك سماك وتلاشي فيك مليون محل، ومشيك لي قدام دهور وارجع معاك زمن الجهل، وتهجى وعدك في نغيم يا بنيه بغامة النخل، لو تهت في عينك سنين لو جسمي بالتعب انتحل، مشوار جميل بمشيك انا واتمنى فيك انا ما اصل. يا سلام، جميله جميله طبعا، جميله يعني حتى تعبيره كان اول اداء بتاعها كان رائع حقيقه من الناس. يعني استاذ معتز صباح احنا بنوجه له تحيه، قيصر الشباب، قيصر الاغنيه الشبابيه كما يعني يطلقون عليه. التجربه دي ليه مقل فيها؟ يعني هنا نديك صوت لوم مع انه يعني عندك فيه كلام جميل جدا وخيال رائع جدا، ليه مقل فيه؟ والله بس يعني ما تقولي كسل او كده، يعني عندي بعض الاغاني اتلحنت، يعني عندي اغنيه الحنينين العزاز لحنها استاذنا الكبير الملحن الفز اخونا صلاح ادريس من هنا بحيه وفي جده يعني، لكن لسه ما رات النور.
واتمنى انه يعني طلعها كده للناس. وبرضه يعني عندي بعض النصوص عند بعض الملحنين، عندي حاجه تقول الجلسه جنبك عيد عشان ضحكتك ترياق، والنظر منك ضو لو جاتنا بالرقراق، يا ريت تصارحني لو بس تقول مشتاق اتلاشى في عينيك في زحمه الاشواق. يعني شو زي ده، عندي برضه عند يوسف القديل بعض الملحنين يعني عندهم جميل. بعض اللي احنا عايزين يعني كده قصايد كده تظهر حاجات يعني كثيره، يعني عايزين نستمع ان شاء الله يعني لاغنيات كثيره من اشعارك باذن الله تعالى. نستمع لوحده من الاغنيات الجميله في يعني هذه الفاصله للاستاذ الكبير النور الجيلاني. رايك شو نستمع لاسف صديقنا يلا تفضل بالصحه. Yeah.
وستة ونص تحية عمرة رضا وعوافي. سلامتك من الآها يا أستاذنا الكبير نور الجيلاني، ربنا يمتعك بالصحة والعافية ويديم عليك النعمة إن شاء الله ويقومك لنا بالسلامة وترجع تاني تملى الساحات بكل الأغنيات الجميلة وكل الطاقة الكبيرة اللي احنا تعودناها منك. تحية مسائية عظيمة لك. الأغنية الجميلة سمعناها وسواح واحدة من يعني الأغنيات الجميلة، بالتأكيد أي إنسان هو سائح في مجال من المجالات يعني أكيد محمد الحسن حدباي برضو كان عنده من السياحة إذا كانت داخلية أو خارجية، وبرضو السياحة دي لها تأثيرات بالتأكيد على شعرك وعلى أدائك وعلى مواضيع اللي أنت أخذتها من خلال كل مكان وكل منطقة أنت مشيتها. بالتأكيد يعني التنول يعني ما بين مكان لآخر، في عروض ناس وكان بالهيلهوب أو بفرقة تاتيبا الكوميدية، سفرنا كثير في كل ولايات السودان، ما في حتة نحن ما اشتغلنا فيها، لفينا البلد دي كلها خارج السودان، مشينا جنوب أفريقيا، جوهانسبرج، البحرين، الإمارات، السعودية. السعودية أنا كنت كمان مغترب هناك وبرضو بحيي من هنا يعني كل المغتربين أخواننا وأصدقائنا في جدة، يعني من الهنداوية للخالدية كل الناس يعني تحايا يعني جدة فردا فردا يعني أصدقانا مغتربي جدة يعني اليوم كلهم التحايا كل مغتربي السودان. ودائما لما أعمل لقاءات كده مع مجموعة من الشخصيات ونجي نكتشف إنه عنده من الشعر، نلقى إنه الاغتراب كان شيء أساسي. الاغتراب يلا الجرعة الزايدة كانت وين؟ كانت في الكلمات وفي الأغنيات الحلمانتيشية ولا كان في الشعر العاطفي؟ والله في الشعر العاطفي أكثر. وفي الكتابة وكذا وفي الكتابة يعني. الكتابة من أي نوع؟ نعم كل أنواع، سواء كان كتابة صحفية أو مرات الزول بيكتب يعني روايات، لكن دي حاجات ما طلعنا أو قصص أو كذا خواطر كثير جدا يعني في حاجات عملتها جمعتها في كتاب ولا لسه؟ والله يعني لسه قربت تتم الكتاب، لكن في كتابات كثيرة جدا كانت في الغربة يعني. احنا كده بنشجع كلنا انه ان شاء الله دارين نشوف كمان اصداره باذن الله غير الاشعار كده. انت المسؤولية عليك كبيرة خلاص ان شاء الله ربنا يسهل الحال وتطلع مذكرات وتطلع الروايات الجميلة اللي انت كاتبها باذن الله. يعني عرجت شوية بكلامك على الصحافة، طوالي بنعرج يعني ناس العريجة يعني نحن ناس العريجة بنعرج طوالي. الصحافة كان عندك فيها تجربة، صحافة الرياضية بلون أزرق، خلينا نتكلم عنها ونتكلم عن إسهاماتك في الفترة دي. والله من التسعينات يعني كان كتبت في صحيفة جون، يعني كان عندي صفحة اسمها من جكسة ولهسة، كتبت في جون وفي الكابتن في المشاهد، يعني مرت بكل الصحف حبيب البلد. يعني لقيت التجربة دي كيف؟ التجربة كويسة جدا يعني يعني انت شايف نفسك ناقد كده؟ وسط جميل وكده، مع انه الايام دي الوسط شوية مسخن يعني يعني شويه يعني يعني اتمنى يعني من الناس المسؤولين يعني يشوفوا القضيه بتاعت الهلال دي يعني حلوه. والله كل القضايا الهلال ده تيم كبير يعني، وتيم له وضعه وله تقله يعني في البلد يعني. بنحيي كل يعني الانديه الكبيره وبنحيي الرياضه النظيفه اللي قايمه على الروح الرياضيه. الروح الرياضيه جميله وعدم التعصب وكده يعني، وكل واحد بيحب فريقه يعني دي حاجه جميله يعني ابدا ما فيها مشكله، لكن دائما الاحتلال مهم صح. اي والله كتبت برضه في الرياضه حاجة. والله كتبنا، وكان قبل كده انا عملت كمان كان عندي ديوان في الهلال اسمه من جكسه ولهسه يعني وعبرك وعبر الشروق يعني نحيي كل الاهل يعني نقول لهم يا هلالنا يا راغي يا فاتن يتيمك كله كباتن بالريدك وزايد ريدنا يا الحبك في الجوف ساكن ارهب واتحدى خصومك نيران بتغذي هجومك انت الابداع مضمونك بنحبك ونحشق لونك علم افريقيا فنونك. يا سلام تحيه لكل الاهلة ونتمنى ان شاء الله دائما نشوف كل الأندية الكبيرة يعني في باحات أرحب. تحية لأخواننا المريخات برضه طبعا يعني. طبعا احنا دارين يعني التوازن ما في ما في هلال الناس تتعلم يا ريت ما في مريخ بدون هلال يعني دي الملح الكورة يعني من الرياضة يعني أنا أحييك حقيقة على يعني على المبادرة الجميلة اللي أنت ذكرتها دي لأنه ده المفروض يعني يكون ده المفروض يكون صحيح. دارين نسمع برضه حاجة حلمنتيشية عندك لهجات كثيرة أنت تعاملت معها وبرضو طبعا عندنا يا أستاذ إيمان أيوة
عندنا ناس يوسف فلقاني ودتي محمود بيحبوا القدو قدو. القدو قدو دي أكلة أيوه بوصف فيها. يوسف فلقاني قال لهم دخن ومدقق رز ومدقق جابوه مدردم دهر ومشقق. ده القدو قدو أيوه يعني أكلة من الرز والروب. فالزول ده فلقاني مشى هناك على مربيع ود اللي بيح يشيل له فاتحة. بعد ما شال الفاتحة طلع من بيت العزة لقى واحد شايل له جوز بتاع مويه دارين يطربوا بها الطوب بتاع الغبر. فقام وقف الزول ده ساله قال له اسمع انا عندي لك سؤال. ده شايل المويه كده ده قال له اسال. قال له انا ماشي الكوستي لكن ما اعرف محل القدو قدو وين. ده شاف السؤال مهم قال له دقيقه 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 دقيقه. نزل الجوز بتاع المويه قال له انت هنا من المرابي تركب الباص بتاع برا بيفدي نمره 2 ما عندك بو اي قضيه. الباص بتاع برا ينزلك في السوق الشعبي بتاع الكوستي تمسك الشارع الرئيسي نهاية الشارع تمجي هناك تلقى هاجة وريرة وهاجة هديجة هاجة عبسة. تقوم تتلق 5000 تديها لهاجة هديجة تقول لا اديني قدو قدو. تقوم تجيب الكورية بتاعت الألمونيوم تخطها يا سلام. تقوم تشيل الدردون بتاع القدو قدو تخطه في الكورية يا سلام. تقوم تكب لك فوقه الروب يا سلام. تقوم تكسر لك كويس بالكمشة يا سلام. تقوم تكب لك فوقه السكر دقيقة أنا ذاتي نمشي معاك. وإحنا ما دارين نمشي إحنا دارين نقعد. لكن حقيقة زمننا انتهى وانتهى بضحكة جميلة وبمواضيع مهمة وبتأصيل لقبائلنا السودانية الجميلة اللي عندها حقيقة من النكهة الجميلة اللي إحنا بنخدم بها قضايانا المجتمعية. شاكرة لك كثير وشاكرة تجربتك الجميلة ونتمنى إن شاء الله إنه المرة الجاية نلقاه يكون عمل الروايات نزلها وعمل القصائد وتتملي إن شاء الله الساحات من أشعارك. شكرا لك الأستاذ محمد الحسن حدباي شرفتنا كثير. شكرا لك استاذ ايمان وعبرك كل المشاهدين تحيه طيبه لكل الاعلام. يديك العافيه شاكر. الاعلام من الرخاب كلهم كله تمام. شكرا لكم مشاهدينا ونتمنى ان شاء الله انكم تكونوا استمتعتوا زي ما احنا استمتعنا. نشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده وفريق جديد. الى اللقاء. ستة ونص تصافي ميقات الف صافي صافي كلنا في رحابه للايام الصافي يا روعة لقانا واللحظات نادية والونسة التلامس في الخاطر قضية نرشف بالمشاعر شاي المغربية وبكرة نعود نغني.